مشاهدينا الكرام، مشاهدي زيو سيتي بوانيت، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص مع السيد محمد رحو، ضيف اعتدنا في زيو سيتي استقباله. الوضعيه الوبائيه داخل مدينه زيو جد حرجه، وصفت بالخارجه عن السيطره، وصفت بالخطيره. سي محمد، الوضعيه ربما انتم على اطلاع الحالات اليوميه والحيثيات ديال هذه الحالات اللي داخل مدينه زيو. سي محمد، الوضعيه قلت وصفت بالخطيره، وصفت بالخارج عن السيطره، كيفاش كتوصف الوضعيه الوبائيه داخل مدينه زيو؟ بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه نشكر زيو سيتي على الاستضافه والمواكبه ديالها لجميع الاحداث، وخاصه فيما يتعلق بالوضعيه الوبائيه خاصه بمدينه زيو. حاليا نعيش السنه الثانيه منذ بداية هذا الوباء اللعين، وللأسف فتك بعدد من الأرواح خاصة في مدينة زيو. الوصف الذي يمكن إطلاقه على الوضعية الحالية هو وضعية مقلقة، إن لم نقل يعني خطيرة، خاصة في هذه الأسابيع الأخيرة. إصابات بالعشرات يوميا، وللأسف زهقت واحد العدد ديال الأرواح، وللاسف الساكنه في التعامل ديالها مع الوباء كان واحد النوع ديال الاستخفاف، للاسف رغم انه دازت سنتين، ورغم انه كنشهدوا يوميا واحد العدد كبير ديال الاصابات، الا ان التعامل ديال الناس مع الوباء هو واحد التعامل اللي هو استخفاف بهذا الوباء. الاحتياطات والاجراءات قليلا يعني او نادرا ما كنتلقاو شي واحد كيدير الاحتياطات ديالو، باستثناء في بعض المواقع كنلقاو الكمامه، ولكن الاجراءات الاحترازيه للاسف الشديد ما كايناش او شبه منعدمه، وهذا الشيء اللي خلى الوضعيه الوبائيه في مدينه زيو يعني وضعيه مقلقه جدا، يعني تكاد ما غاديش نقولوا يعني السيطره مفقوده، ولكن تكاد يعني تفقد السيطره، وخاص يعني يكون واحد النوع ديال الحس الجماعي عند الساكنه بخطوره هذا الوباء. سي محمد، عفوا سي محمد، حنا كنشاهدوا داخل مدينه زيو يوميا يعني ارقام جد مقلقه، ارقام رسميه، اما ان تحدثنا على الارقام يعني حنا كنعرفوا باللي مجموعه من الاشخاص ما كيتوجهوش لاجراء التحاليل، مجموعه من الاشخاص كيحسوا بالاعراض كيديروا كيمشيو هما راسهم ياخذوا الدواء، ولكن في ظل هذه الارقام هذه الرسميه رغم انها ربما ما تقربش للحقيقة، ولكن حنا كنفوقوا مثلا اقاليم مثل الفيقي، كجرادة، التاورير، تكرسيف، يعني نصف اقاليم الجهة الشرقية كنفوقوهم مجتمعة الاقاليم، حنا كنسجلوا ارقام كثر بها، ولكن ما كنشوفوش واحد الحديث سواء داخل يعني اقليميا او جهويا عن مدينة زيو، وكأن الوضع متروك لحاله، الامر نوعا ما خطير. سيمان سي سعيد، كما قلت حقيقة الوضع خطير جدا يعني اللي كتشهدوا مدينه زيو، لان هذه الاصابات كتعود لعده اعتبارات، كما قلت ان الساكنه يعني واحد العدد ديال المواطنين اللي صافي ما بقوش كيديروا احتياطات، وهذا امر خطير. ثانيا رجعت واحد النوع ديال الثقافه عند الناس ديال المحاليله، كنقولوا حنا تادابطاو مع هذا يعني صافي مساله عاديه، والاخطر من هذا الشيء محاليله واحد النوع ديال التعايش السلبي. نعم. ماشي التعايش اللي يخلينا نديروا الاحتياطات ديالنا، ولكن سلبي للاسف، والاخطر من هذا كله ان الناس كتمرض وما كتمشيوش للمستشفيات وما كديرش تحاليل وما كتاخذش ادويه، كتبقى في البيوت ديالها حتى كتكومبليكا الحالات. للاسف شفنا واحد العدد ديال الحالات خلال هاد الثلاثه الاسابيع الاخيره، ان الانسان حتى كيوصل لمرحله الاحتضار عاد كيجي للمستشفى، واغلبهم ما كيوصلوش للمستشفى، وهذا امر خطير، لان الناس شنو كيقولوا؟ كاين مجموعه ديال الاشاعات والكلام، واش غادي يديروا ايوا كذا، ولا كيقول راه ما كاين كورونا لا والو، انا راه غيقاسني الرواح، نجلس في داري حسن، راه الا مشيت غير بقوا لي كورونا. يعني الانسان ما كيفكرش انه ربما هذا الشيء كان في الاول يعني هذه الاعتقادات هذه، ولكن اليوم ربما تغيرت الصوره. للاسف مازال كاين السي سعيد، مازال كاين، وللاسف ان بعض الناس اللي كتلقى مجموعه ديال الاعراض اللي كاينه عندهم، مثلا كيفقد الشم، أيه، عنده الحراره، عنده جميع الاعراض، الا انه كيتعامل مع الوباء، كيقول لك انا مثلا ايوا حتى ندير التحليل، مثلا كيقول لك اودي وانا حتى ندير التحليل عاد نحكم عليه بانه كورونا، رغم ان الاعراض راها باينه، راه ما كاينش شي حاجه اللي كدير لا ديساتوراسيون في الوضعيه راه هنا من غير كورونا،
راه ما عندناش هنا شاربون ولا شي حاجه شي ماده اللي تاثر على لا ساتوراسيون، من غير كورونا هي اللي كتفتك بالسكينه، وهذا امر خطير. هذا اضافه للانتشار ديال الاعراس والمناسبات، رغم المنع الا انك تلقى الاعراس فيها الحضور ديال المئات ديال الناس، ما كاين لا تباعد لا والو، ما كاين لا كمامات، ما كاين. وهنا السي محمد نذكروا عائله فقدت ثلاثه، اسره كامله مكونه من ثلاثه ديال الافراد، الام وبنتيها كلهم توفوا رحمهم الله، وكان السبب ديالهم عرس عريس بعد اربعه ايام في سيدي عثمان، من بعد اربعه ايام خذا كورونا في العرس اللي دار، وتوفى من بعد اربع ايام، يعني كانت الوضعيه الصحيه ديالو تفاقمت وتوفى من اربع ايام، يعني الاعراس ولات نوعا ما تشكل خطوره كبيره. للاسف الاعراس كانت واحد العامل كبير في سبب انتشار الوباء والتطور السلبي ديالو على مستوى مدينه زايو. معظم الاصابات اللي كتقيس البؤر الكبيره اسبابها هي المناسبات، اما كتلقى اعراس او مآتم او حفلات عائليه. هذه هي الاسباب الكبيره ديال انتشار الوباء في مدينه زايو. الارقام المعلنه، يعني الارقام ديال الاصابه، شو كتشوفها يعني كتلائم مع الواقع؟ الارقام هي كبيره ومقلقه وحقيقيه، ربما يعني ما خفيه اعظم. نعم. لان كما قلت انه مجموعه، شفنا مجموعه ديال الحالات اللي في مجموعه ديال الاحياء اللي هي مقيوسه بكورونا، ولكن للاسف ان هاد الناس ما كيمشيوش للسبيطارات، ما يديروش تحاليل، ما ياخذوش، بل انه غير باش ياخذ ادويه ما ياخذهاش. نعم. كيقول لك لا انا ما ناخذش الدواء، لا راني مزيان، وهاد السلاله الجديده ديال دلتا بلس اللي راها منتشره بكثافه، من الخصوصيات ديالها هو ان الفتك ديالها كيكون بواحد السرعه كبيره. الى جينا قارنا كورونا كيفاش كانت في البدايه مع اليوم، كان فرق كبير. كورونا في البدايه كانت يعني كان المضاعفات كيبداو بروغريسيفمون، يعني شويه بشويه، لكن هاد دلتا بليس بنادم كيتقاس 3 ايام 4 ايام 5 ايام كتجيب له التمام. أيه. وهذا اللي خلى يعني زاد تفاقم الخطوره ديال الوضع، اضافه لسرعه الانتشار. هاد دلتا بليس اللي كاينه حاليا عندها واحد سرعه انتشار فائقه جدا. نعم. سي محمد، كاين حالات الوفيات، فاش كنشوفوا الارقام الرسميه ديال المديريه الجهويه لوزاره الصحه، كنشوفوا مثلا ان اقليم ناظور كله تعنت فيه واحد الحاله ديال الوفاه، او في الكثير من الايام صفر حاله وفاه، بينما مثلا احنا اشخاص كنعرفوهم مصابين بكورونا كيتلقاو العلاج داخل المنزل ديالهم، ومن بعد يعني ثلاث ايام اربع ايام كيتوفاو بسبب مضاعفات ديال كورونا، او بسبب مباشر اللي كتكون فيه كورونا، كيكونوا غير هاد الارقام غير معلنه. يعني كيفاش كتفسر هذا التضارب في الارقام؟ لا، غير بغيت اللي نقول بعدا ان فيروس ديال كورونا كيعيش في الانسان يعني تقريبا ماكسيموم من اسبوع حتى الاسبوعين، سبع ايام 10 ايام ماكسيموم، ولكن اللي كيقتل الانسان هي المضاعفات. وغادي نرجع للهضره اللي قلتها في البدايه، ان الناس ما كتمشيش دير التشخيص ديال المرض، يعني كتبقى جالسه في الدار وكتموت، وبالتالي هذا الشيء اللي كيخلي وزاره الصحه في لي شيفر ديالها والمعطيات ما كتحسبوش هذوك الناس، لان بالنسبه لوزاره الصحه هذوك ما مشاوش للمراكز الصحيه باش انهم يخضعوا للتحاليل وكذا باش نقدروا نحسبوهم كورونا. أيه. هذا خطا كيرتكبوه الناس للاسف، وانا عايشت شفت واحد العدد ديال الحالات هنا عندنا في زايو توفوا للاسف الشديد بهذه الطريقه، جلسوا في الدار، بل انه في احسن الاحوال كيمشيو مثلا كتلقاهم يمشيو لبعض مثلا المناطق المجاوره في الاطباء القطاع الخاص ولا للاسف ان البعض ما كيحترموش ذاك البروتوكول العلاجي ديال وزاره الصحه. كتلقى بعض الادويه لا علاقه لها بداك البروتوكول اللي دايره اللجنه العلميه اللي عندها علاش اعتمدت هذاك، ما جاتش غير هكا ودارت ذاك البروتوكول، ولكن للاسف الشديد كتلقاه لا يحترم. أيه. وهذا عامل اخر ان الناس كتكل على هذاك العلاجات اللي كياخذوها واللي ماشي هي اللي كتعتمدها وزاره الصحه، وكيجلسوا في الدار حتى كيتكومبليكا. لهاد الاشخاص اللي كيمشيو كيحسوا بالاعراض كيمشيو كياخذوا مباشره الادويه البروتوكول الصحي ديال كورونا، واش يعني صحيا ان الانسان ماشي مشكل الا خدا واخا ما كانش مريض، لان الانسان ما كيعرفش راسو واش فعلا الحاله ديالو ايجابيه ولا سلبيه. في حاله الا كانت الحاله ديالو سلبيه وشرب هذاك البروتوكول الصحي، واش ما عندوش تاثيرات صحيه؟ هو في البدايه وزاره الصحه كانت كتعتمد على التحاليل ديال البي سي ار ديال 24 ساعة. يعني المخبريه. أيه. ولكن بعد تطورات الامور والحمد لله رجعوا دابا هذوك لي بي سي ار رابيد، يعني كيكون كيعطي واحد المؤشر على الوضعيه ديال الشخص المصاب. الا انه دابا من بعد سنتين يعني رجعت عندنا واحد النوع ديال معرفه علميه بهذا الفيروس،
وفي الاول كنا كنقولوا راه جديد مازال ما عرفناش وهذه، ولكن دابا كاين واحد الرصيد اللي خلانا نعرفوا ان كاين مجموعه ديال العلامات. لان للاسف الشديد ان وزاره الصحه رغم المجهودات اللي كدار الا انهم ما يقدوش يقوموا هذا العدد الهائل ديال الاصابات ويوفروا لنا التحاليل بواحد الكثافه كبيره. الحمد لله كان واحد القرار مؤخرا ديال انه يسمحوا للقطاع الخاص باش يدار تحاليل، وهذه مساله ايجابيه لان غادي توسع الدائره ديال الناس اللي كيستافدوا من التحاليل، وبالتالي غادي يعطينا واحد المؤشر اخر وربما غادي يكون صحيح على الوضعيه الوبائيه اللي عندنا، وغادي يسهل على الناس باش تاخذ العلاجات ديالها في اقرب وقت. سي محمد، على ذكر التحاليل، مدينه بحال زيو فيها يعني اعداد يعني مهوله ديال الاصابات، وفيها اعداد وفيات كذلك كبيره بزاف، ولكن رغم ذلك ما عندناش هنايا يعني مراكز لاجراء تحليلات الكشف على كورونا. واش ما كتشوفش معايا يعني هذا الوضع يعني مساعد على انتشار الوباء؟ كما قلت حاليا واحد الناحيه ربما في البدايه ملي كنا كنستعملوا دوك التحاليل كما قلت ديال 24 ساعه المخبريه، ولكن حاليا ملي كاين لي تيست رابيد والحمد لله كما قلت لك ترخص للقطاع الخاص باش انه يتباع ويستعملوا، يعني اظن انه ما بقاش مشكل. ولكن كاينه مساله مهمه سي محمد، الا تكلمنا على مثلا التيست رابيد كتب يعني التحليل السريع كنمشيو عند الصيدليه كيتباع ب 150 درهم، الا تباع ب 150 درهم بالاضافه للادويه، وحنا كنعرفوا الوضعيه الاجتماعيه ماشي غير في مدينه زيو في عموم التراب الوطني، وضعيه اجتماعيه ربما ما تسمعش لكافه الاسر ان اكثر من شخص ولا اكثر من فرد داخل الاسره يمشي ويدير التحليل، ربما هذه الادويه يعني مازال مرتفع الثمن ديالها، التحاليل مازال مرتفع ديالها ماشي في متناول اي مواطن، شويه صعيب نوعا ما. اكيد اكيد الامر صعيب ماشي سهل، ولكن في بعض الاحيان راه هذوك الادويه وذاك البروتوكول راه ما كنلقاوهاش. راه كاين بعض الادويه وبعض لي فيتامين للاسف راه مفقوده، في بعض الاحيان كتكون مفقوده. وحنا بهذه المناسبة يعني كندعيو الإخوان ديالنا الصيادلة في مدينة زايو يديروا مجهود، وحنا ميقنين بأنهم كيديروا المجهود ديالهم من أجل توفير هذا النوع ديال الأدوية. وبالنسبة للبي سي آر يعني ما علينا غير نطلبوا من الإخوان أنه يعني في ظل هذه الوضعية الراهنة اللي كاينة الوبائية اللي كاينة أنهم يتساهدوا مع المواطنين وما يكونش شي ثمن يعني مرتفع. بالنسبه لوزاره الصحه راه كنديروا مجهود من اجل توفير هاد التحاليل في المستشفى او في المراكز الصحيه، ولكن للاسف الشديد الكم الهائل والاصابات يعني العدد ديال الاصابات الكبيره كيخلينا مهما كان عندك واحد العدد راه كتوصل لواحد المرحله اللي كيكون نفاد ديال التحاليل. سؤال اخير، يعني في ظل هذه الوضعيه الوبائيه اللي كتعيشها مدينه زايو باعتبارك اطار صحي، باش تنصح يعني المواطنين في هذه الوقيته بالضبط؟ خاصه في هذه الظرفيه اللي هي كنعيشوها جميع صعيبه. إيه. ضروري خاص من المواطنين ياخذوا الاحتياطات ديالهم لاقصى حدود، لان كورونا اللي كنا كنعرفوا في البدايه ماشي هي اللي كاينه حاليا، هاد دلتا بليس هي سريعه الانتشار وهي فتاكه، وبالتالي الاحتياطات اللي كنا بدينا بها نستمروا فيها ونزيدوا نشدوا فيها. ارتداء الكمامات امر ضروري، والاستبداد ديالها بعدا على الاقل بعدا كل 4 ساعات خاصه من هذا النوع ديال العاديين والانسان والاخوان يعني المساكنه خاصهم يحاولوا ما امكن يتفادوا الاماكن اللي مكتظه في الاسواق في المناسبات، اي اماكن هي مكتظه الانسان يبعدوها، والمصافحه وداك السلام حنا كنعرفوا كاين المحبه وكذا، كاين امور طرق اخرى نعبروا بها من المحبه بيناتنا، راه حتى ملي كنحميو راسنا ونحميو الاخر راه هذا اسلوب تعبير على المحبه، ماشي بالضروري اننا نصافحوا ونتاخذوا بالاحضان، وبالتالي خاص نحميو بعضياتنا بهذه الطريقه، ونركز على جانب اخر ديال النظافه. النظافه راه امر مهم، خاص الغسيل ديال اليدين بالصابون دائما، والانسان الى خرج دائما يكون عنده المعقم وبهذه الاجراءات كاملين، ويكون عندنا حس، خاص كامل يكون عندنا واحد النوع ديال الحس بالمسؤوليه، لان نحمي راسي نحمي وليداتي نحمي عائلتي. راه ما يمكنش واحد الانسان يستخف بالوضع وغادي يمشي يخرج على والديه ولا يخرج على وليداته. ونزيد هنا واحد الفكره اللي هي اساسيه ما ذكرناهاش السي سعيد، هو ان هاد المتحوره ديال كورونا
بين المميزات ديالها ان الاعراض اللي كتعطي الدراري الصغار هي صعيبه ماشي بحال الاول. كنا كنقولوا في البدايه انه الاطفال الصغار كيكونوا غير حاملين الفيروس بدون مضاعفات، ولكن للاسف رجعنا حاليا كنشوفوا اطفال صغار عندهم مضاعفات بسبب هذه المتحوره هذه. وبالتالي ما نستخفوش لا بالنسبه للاطفال، لا بالنسبه للكبار، لا بالنسبه للشيوخ. الا درنا يد في يد كاملين وخدينا بهذه الاعتبارات كاملين، ان شاء الله غنتجاوزوا هذه المرحله الصعبه. سي محمد، داخل مستشفى القرب مدينه زيو كتستقبلوا حالات ديال الاطفال؟ في المستشفى كنتعاملوا مع جميع الحالات سواء الصغار او الكبار. استقبلتوا حالات يعني؟ كاين بعض الحالات اللي كنتعاملوا معها صغار وكبار وشيوخ. كاين. اذا مشاهدينا الكرام، شكرا على حسن التتبع، شكرا للاطار الصحي السي محمد رحو على قبول دعوه زيو سيتي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، والى اللقاء.